كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيدة إيني إريكسن سوريدي وزيرة خارجية مملكة النرويج. وخلال الاجتماع نوه معالي وزير الخارجية بمسار علاقات الصداقة بين مملكة البحرين ومملكة النرويج، مستعرضا معاليه السبل الكفيلة بتطويرها لمستويات أكثر تقدما في شتى الأصعدة، وما يستند إليه الاحترام المتبادل والعمل المشترك على توسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما وتعزيز التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبها عبرت معالي وزيرة خارجية مملكة النرويج عن تطلع مملكة النرويج إلى تطوير العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين والارتقاء بكافة أوجه التعاون المشترك، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.